بنحييكم أصدقائي المشاهدين بإطلال جديد لبرنامج مشاكل وحلول. حلقتنا اليوم قد تكون نكهتها مميزة إنجاز التعبير باللغة العربية، لأنه واقع الكلام عن المخدرات بإطار مخفر حباش يحلو الكلام عنه مع ضابط مسؤول. من خلال كل المعطيات يلي رح نضوي عليها بحلقتنا لليوم، بنسعى لحتى نقول انه كل شهادات التقدير وكل التذكارات وكل الشهادات وكل الدروع وكل الهدايا يلي تقدمت له ما بتعني له شيء، لانه بيعتبر هي للكل وكل واحد بهذا الموقع. من خلال كل المعطيات بنقول دائما العميد غسان شمس الدين ضيفنا اليوم يلي هو رئيس مكتب مكافحة المخدرات في لبنان، بيسعى دائما لحتى يتقاسم المسؤولية مع زملائه الضباط العناصر وكل المتعاونين معه، بيسعى لحتى يعطي كل إنسان حقه انطلاقا من مهمته يلي بيعتبر وجد فيها لحتى يكون مؤتمن على المجتمع اللبناني. كثير صار الكلام عن نمو تعاطي المخدرات، عن تدني مستوى العمر، عن وعن إذا بدنا نضل نحكي بنحكي ألف حلقة وحلقة وما بنعطي هذا الموضوع حقه. فبإطار حلقتنا اليوم يلي حبينا أنه تكون مباشرة من مخفر حبيش، اسمحوا لي باسمكم نرحب بضيفنا بمخفر حبيش يلي نحن ضيوفه، حضرة العميد غسان شمس الدين رئيس مكتب مكافحة المخدرات في لبنان. عميد أهلا وسهلا فيك. مرسي، أهلا وسهلا فيكم، وبشكرك على التقديم اللي إن شاء الله نكون عقده وعقد المسؤولية اللي أعطيتنا إياها، ومن قلكم أهلا وسهلا فيكم هون، وبشكرك على إتاحة هالفرصة لإلي أني طل من خلال تلفزيونكم الكريم، واللي بنتمنى أنه ننقل من خلالكم الصورة اللي بنتمناها لمواطنينا ولأهلنا. عميد، نحن اليوم موجودين بمكتبك ويلي عم نشوفه يعني كل هالدروع وشهادات التقدير تقدمت لك، ولكن بالمطلق كل المحيط حواليك بيقول ما بتعديله شيء، بيهدينا إياها، هو بيعتبر أنه كلنا سوا أنجزناها. يعني شو سر هذا التواضع يلي عندك وأنت مكنت يعني القطاع يلي أنت فيه لحتى تقدروا تكونوا بصدارة اهتمام وسائل الإعلام من خلال الضبطيات اللي عم نحكي فيها بواقع المخدرات؟ نحن بالواقع هون نحن بنعتبر انه عملنا رسالة، وانا وكل الضباط زملائي والرتبة والافراد بنعتبر مكتب مكافحة المخدرات هو صمام امان للمجتمع اللبناني، وان شاء الله نكون عم نقدر نعمل الواجبات اللي علينا، لانه نحن شو ما عملنا بنعتبر حالنا مقصرين. نعم. بس يمكن التقصير فوق بعض طاقتنا بمجالات معينة، لانه هيدا الدومين مكافحة المخدرات بده تخطيط على مستوى مش بس مكتب مكافحة المخدرات، على مستوى الدولة والوزارات المختصة بهيدا الموضوع. فبالنسبة لنا نحن هيدا واجب، ولو بدنا نشتغل 24/24 ما عندنا مشكلة، بالعكس نحن نتمنى وقت نشتغل انه ننجح، وقت ننجح لو شاغلين بالفعل 48 ساعة متواصلة بنكون كأنه ربحانين أكبر جائزة بالعالم، بس وقت نتوفق بعملنا وننجح وأنه نلقي القبض على التجار المخدرات وعلى المخدرات من خلال الضبطة اللي بتكون بعملية عم نتابعها صرنا شهور، لأنه في عمليات بتاخد معنا شهور لنتابعها. وبالفعل مثل ما تفضلت هيدي الشهادات نحن بالنسبة لنا يمكن هيك نحن عنا يعني رغبة انه نعلقها بالمكتب، لانه نحن بهمنا ننقل صورة عن مكاتبنا تكون حلوة، كمان هي اول شيء بتجمل المكتب وشيء بنفتخر فيه انه هيدي الشهادات حاصلينها، بس بتعني لنا بكتير من الامور انه هيدي بمرحلة من المراحل استحقينا هالشهادة، وهيدا شيء بنفتخر فيه نحن، بس هو بالفعل بهمنا ننقل للناس وتفوت على مكاتبنا تحس انه المكتب مرتب، بيعطي صورة عن الدولة واجهزتها بشكل حلو، وحس الواحد بالمواطن اللي بيجي لعنا بجو فريندلي، لانه نحن بنشتغل مع الناس بعفوية، يعني منأكد لك بصورة قاطعة انه نشتغل مع الناس بعفوية. أوكي. ولكل شخص بنعطيه حقه، حتى لو تاجر مخدرات نحن جبناه ووقفناه وكان بالشارع هو خصمنا، نحن هون وقت يصير بحباش ما بيعود خصمنا، بيعود في شيء شخصي بيننا وبينه، بنعامله كإنسان، بنحافظ له على حقوقه، وما بنجرب يعني نزيد 1% من المسؤولية لازم يتحملها. طب تنكون كثير منطقيين، يعني بالواقع اسم حباش بخوف في المجتمع. نعم.
ويلي بيقول يعني الداخل مفقود والظاهر مولود. صح. يعني اليوم يعني نحن موجودين عندكم، انا وقت اللي طلبت منك رحبت وقلت لي اهلا وسهلا فيكم. طبعا. يعني لحتى لنعطي خبر للاصدقاء اللي عم بيتابعونا بلبنان والوطن العربي، انه الدول العربيه صحيح متقدمه، الاوروبيه متقدمه، ولكن نحن على طور وسير التقدم. يلي بدي اعرفه بالرغم من كل المعطيات اللي قلتها، ولكن نحن امام ظاهره بتقول انه في نمو، في تدني بمستوى الاعمار للتعاطي. نعم. بالرغم من كل تعبكم، سهركم، معاناتكم، شهدائكم، صح، كل اللي عم نقوله، ليش بعدنا عم نتراجع لورا؟ ما عم نتوصل لحتى نقول هذا هو الحل المفروض بصراحه. انا كمان ما بحكي الا الصراحه، وصرت اقول لك كذا مره هذه الامور او هالمشاكل بكذا يمكن اجتماع ندوات عم نكون، وبالفعل بحكيها لانه مش انه انا بدي رغبه مني انه يعني نتجاوز المشاكل ونخلق المكتب النموذجي او الاداره النموذجيه. انا وهون انا يمكن بكره في هون ما عندي مشكله، بس انا لاني انا بعتبر انه هالمكتب هو للناس، هو صمام امان للناس. بتمنى انه هالمشاكل ينوجد لها حلول ونعمل خطه استراتيجيه تكون على مستوى التحديات الموجوده عندنا بالبلد. هلا مثل ما عم تتفضل، كل عمره يعني بالسنين يمكن العشرين الاخيره 30 سنه الاخيره موضوع المخدرات زاد عن الايام اللي كانت بالثمانينات بالسبعينات بالستينات الى اخره. بس مثل ما عم تفضل، ادارات المخدرات بكل دول العالم حتى بالدول العربيه، والدول العربيه يمكن اللي ما بنعتبرها من الصف الاول بالدول العربيه، صارت بالضاهي ادارات المخدرات الموجوده باوروبا وبامريكا وبكل دول العالم. نحن هون للاسف انه بعدنا يعني عم نشتغل على اسلوب قديم كتير عبر الاداره الموجوده، عبر امكانياتها كلها يعني التقنيه والبشريه واللوجستيه وكل شيء. يعني اول شيء بدي اقول لك مثلا بفلسطين، بغزه والضفه الغربيه عند اخواننا الفلسطينيه، يعني للاسف ما عندهم دوله، هن ما عندهم حكم ذاتي، ما عندهم حكم ذاتي بعد. أوكي. ما عندهم حكم ذاتي، واداره المخدرات اداره مستقله، اوكي، فيها يعني مكاتب كمان متخصصه، يعني عندهم سوات تيم لواحد اللي هو هيدا المختص ليداهم بمداهمات تكون خطرة، لأنه بمجال المخدرات في عندك مداهمات ومهام كتير خطرة. بدك أنت العسكري مش هو ذاته هيدا لابس جينز وتيشيرت لابسه درع، أنا أقول له روح عال درع كتر خير الدولة، أنا ما عم تأثر عم تعطيني إياها، بس هيدا لازم يكون سوات تيم. يعني بنشوفه إن إحنا بكل دول العالم بيكون لو شو ما تعرض إطلاق رصاص أو صواريخ، نحن بتعرف مرات عم ينزت علينا أرجيات وأنابل وصواريخ، يعني مثل بيقولوا لها انواع من المثل اللو والار بي جي والى اخره. فنحن بنتمنى يصير عندنا اداره مخدرات مثل هي، يعني يكون في عندك انت وحده سوات تيم، وحده الاناليزس التحليل، عندك وحده جمع المعلومات، عندك وحده الداتا بيز الارشيف اللي بتكون حاطه كل شيء عندها بالداتا بيز، كل المعلومات عن كل شخص. نحن عندنا اياها بس بطريقه يعني سوات تيم ما عندنا، نحن عندنا بس الداتا بيز، الداتا بيز الارشيف عندنا اياه موجود. انا في لاي شخص من الخمسينات متعاطي الحشيشه او تاجر بلاقي له ملفه هون، بس ملفه بطريقه يعني نحن عم ندخلها بالكمبيوتر، هلا وصلنا مخلصينها كلها. بس كمان ما عندك وحده تعاون دولي، ما عندك وحده تتعاون مع الاعلام، مكتب على المطار، ما عندنا مكتب على المطار. اي يعني انا هلا عم بحكيك عن الامكانيات اللي بقلب المكتب هون. ولا بتعرف حضرتك نحن متمركزين بحبيش هون، اوكي، بشارع بقلب الحمراء، يعني بدك لتوصل لعندي مرات تعرف راس بيروت بدك تفتله وتظهر من نفس المحل، يعني مثل كانك فايت بسيركل انت وبدك تظهر. يعني حتى الموقع اللي قلنا منه مناسب لمركز مكافحه المخدرات، ونحن مركزين طابقين، يعني مش مبنى كله لقلنا. بينما مثل عم نقول اداره المخدرات بدول العالم مثل قلت لك بفلسطين اداره مستقله وعندهم امكانيات رهيبه، عدا عن الامكانيات البشريه. يعني نحن الامكانيات البشريه عندنا بعدها مثل يعني سنين ماضي طويله، يعني العديد نحن عندنا منه كافي لنواجه المشكله اللي عندنا. يعني انا بعتقد مكتب مكافحه المخدرات مش لازم يكون اكثر اقل من 200 عسكري. نحن مع انه انا اذا 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 بتمنى اذا اذا يعني يمكن بينحط لي الخيار انه انا اشوف قديش لازم يكون العديد، لازم يكون على مستوى المشاكل بلبنان والتحديات اللي عندنا لازم يكون 400 عسكري، ولازم يكون عندك سوات تيم مجهز بكل التقنيات اللي بتأهلك تعمل مداهمات
وتكون سليمه وامنه لكل عسكريتك يكونوا 150 عسكري اسواتي. مهم، ولكن احنا خلينا نبلش نحكي عن المشكله من الاساس من المعابر. نعم. ليش ما عندنا احنا على المطار على المرافق؟ لانه للاسف ليش ما عندنا مكتب؟ للاسف هي اداره يعني مكتب مكافحه المخدرات. نعم. من اول من وجد ما نعم. عملوا له المراسيم التنظيميه والقرارات اللي بتخوله انه يتمركز بهالمناطق. احنا بحاجه اليوم. انا تقريبا يعني واكيد زملائي قبلي كلهم. نعم. كتر خيرهم والعمل استمراريه. نعم. نحن بنعتبر يعني. نعم. انا كمان من اول ما جيت يعني نظمت كذا تقرير بهذا الموضوع، وحضره اللواء المدير العام وحضره العميد قائد الشرطه القضائيه عملوا كمان التوجيهات بهذا الموضوع، وعم يندرس الموضوع. بس بتعرف هيدا بده يصير في تعديل لبعض القوانين والمراسيم التنظيميه لقوى الامن لينحط مكتب مكافحه المخدرات. نعم. ونحن طلبنا كخطوه اولى. طيب. انه يكون لنا تشيك بوينت يعني نقطه تمركز بالمطار وببور بيروت، بس هيك خطوه اولى، مع انه لازم نكون نحن موجودين بالمصنع. طيب. بالعريضه بكل المناطق بالمرافق كلها. طب اليوم كل هالمعطيات اللي نحن عم نحكي عنها موجودين عندك انت بمخفر حبيش، قديش عدد الموقوفين؟ كيف عم تتعاملوا معهم؟ هلا كيف عم تتعاطوا معهم؟ قديش مهم نقول مثل ما تفضلت وذكرت يعني انه البيئه المحيطه ما بتسمح. صح. لحتى يكون مخفر حبيش بهذه المنطقه، ولكن قدر ان شاء الله بيصير عندكم مبنى واسع وموسع وفي كل التجهيزات. صح. بعيد عن المنطقه. صح. بالنسبه لموضوع الـ الـ الاكتظاظ بالموقوفين بنظراتنا، في اكتظاظ. هيدا بالفعل انا كنت رح اتطرق له يعني، وتفضلت سالته حضرتك هلا. هيدا مشكله من المشاكل كمان اللي هي مواجهتنا وعم تعيق عملنا بشكل كبير. نعم. لانه من سنتين ثلاثه بلشت. نعم. مشكله الاكتظاظ بسجن روميه. نعم. وبلشت تكبر الكرة الثلج لحتى وصلت لكل مخفر بقوى الامن. يعني هلا بمخفر الرمل البيضاء هون حد مني انا. نعم. او بالبسطه او بالاشرفيه. أوكي. انا كل موقوف بيعطوني برقيه انه معه جرام كوكايين او جرام حشيشه او غيره، ما عندي امكانيه يجيبه لعندي، لانه انا كل نظراتي، انا عندي نظارتين بمكتب المخدرات. نعم. عم بستعمل نظارات اثنين فول، وعم بستعمل نظارات الاداب ونظارات مكتب الاقمار، يعني عندي ست نظارات هون مفورين. بكل نظاره للاسف يعني عم نحط الماكسيموم، يعني انا اذا راجع على الي كمان اذا بدي انا اشتغل بضميري وانا عاطي ما بحط فيها ثلاثه النظاره. قديش عم نحط؟ هلا هي فيها بدون ما اقول لك افضل، من دون ما نقول افضل، لانه اذا بدي اقول قديش فيها يعني انا ضميري ما بيسمح لي اقول قديش فيها، بس للاسف ما عم نقدر نعمل شيء. مسؤولينا حضره اللواء المدير العام والقائد الشرطه القضائيه انطرح هالموضوع ونرفع للوزارات المختصه. نعم. وحتى عندنا وزاره الداخليه يعني، بس بمجلس الوزراء بعد ما اتخذ قرار بالموضوع، مع انه للاسف. نعم. انعرض من 4 سنين، يعني لو من 4 سنين اخذت القرار الحكومي ببناء سجون مركزيه بالمحافظات مثل سجن روميه، لانه لازم بكل محافظه. نعم. يكون في سجن بقدره استيعاب روميه. كنا خلصنا من 4 سنين. طيب. طب هلا انا اذا هلا جيت اخذت قرار ومن هلا بدي ابني السجن، بدي 4 سنين لخلصه، بدلني انا بهيدي المشكله 4 سنين، يعني ما بقى فينا نتحملها. طب عميد انا بقدر اللي انت عم بتقوله، ولكن انت عم تحكي حضرتك عن الاكتظاظ. ايه؟ الناس الموجودين هون. نعم. يعني بنقول بيدخلوا وبيبقوا موقوفين حتى ولو تاخر النظر باحكامهم، ولا بنعتبر انه هن هون عم ببلشوا عمليه اصلاح، عمليه تاهيل، عمليه رعايه انجاز. ايه؟ التعبير طبيه نفسيه او غيره مثل ما عم بيصير بالاردن. هلا او غير دول مثلا. ايه صح. هلا نحن للاسف موضوع الرعايه والتاهيل مش موجود عندنا، بس نحن انا بحكيك اياها بصراحه يعني هلأ. نحن ضمن الوقت وال يعني ضغط العمل اللي بيسمح لنا مرات بنتعاطى معهم بطريقه كمان مثل ما قلنا عفويه، بنحكيهم ليش جيتوا على هالدومين. شو بيخبروك؟ ايه كلهم اغلبهم بيكون عندهم ندم بهذا الموضوع وبقول لك غلطت وانا كان عندي ظروفي، ونحن بنقول لهم، نحن مرات بنتجاوب معهم وبنمشي بالحديث مثل ما بدهم وزياده، وبناخذ وبنعطي معهم لنبين لهم فعلا انه نحن سألانين عن حياتهم اكثر مما سألانين. نعم. عن حياتنا. نعم. وبنوجههم التوجيه الصحيح، بس يعني لاقول لك انه عندي امكانيه اشوف الكل واقعد معهم، يعني انا عم اقول لك عندي مرات عم بيكون عندي 100 سجين يعني بالست نظرات 120 او 100 سجين، يعني شو بدك تلحق الا تلحق عليهم، مع انه انا كل يوم عندي المتطلبات اللي الي عملي اللي هو كل يوم انا بنقلهم لهول المسجين على المحكمه. كل يوم مكتب المخدرات عم يشتغل فصائل سوق مثل فصائل السوق، نحن كل يوم قبل الساعه 4 شغلتي روح اخذ هالمسجين انا على المحكمه، بنطرهم من 8 لتنتين ليخلصوا عند القاضي، بعد التنتين بجيبهم لعندي وهكذا دواليك، يمكن الموقوف يضل عندي شهرين، ضلني انا شهرين انقله على المحكمه،
وشغلي اللي هو بالشارع واللي هو مسؤوليتي الأولوية. نعم. ما عم بقدر اتفضلها إلا أنا والضباط بطريقة يعني سرقة لأنه نحن بالنسبة للضغط الموجود علينا. نعم. والمهام الملقاة على عاتقنا. نعم. بقول لك منيح اللي عم نقدر نوقف تاجر واحد بالفعل يعني. بس نحن بنعتبر إنه محظوظين وبالفعل هيدي رضا من الله يعني لأنه نحن عم نضرب ضربات كبيرة وعم نضبط عمليات كتير كبيرة لأنه بالضغط الموجود ما فيك تتفرغ لتجيب تاجر من الشارع. لانه لبعد الساعه 4 نحن لا نتفضل للشغل اللي بالشارع. يا جنرال انت هلا وصلتني على شيء بدي اسالك اياه. وقت اللي بنقول عم نضبط يعني ضربيات كبيره وبعض الامور يعني سؤال بديهي بيطرح نفسه الناس بيسالوا كيف بيعرفوا هل من الممكن يفوت حدا على المطار معه 20 30 كيلو كوكايين بشنطه فجاه ينكمش وينعرف ولا عم بيكون يعني في بعض المعلومات او بعض الاتصالات مع جهات دوليه او عربيه هي اللي بتساعدكم لحتى انتم تقدروا تضبطوا ولا انطلاقا من نشاط ذاتي فينا نقول كل هاي الامور يعني نحن اساسا عملنا كجهاز امني لانه نحن كمان شغلنا بالامن. نعم. المكتب مكافحة المخدرات وبدك تكون عندك خبره كيف تشتغل بهذا الدومين لتقدر توصل للنتيجه اللي عم نقول عنها. تفضلت وقلت حضرتك صح شيء بياخذ وقت فكل هاي الامور بنستثمرها نحن. نعم. يعني علاقاتنا مع الدول برا مع ضباط الارتباط. نعم. مع كل زملائنا بادارات المخدرات بكل العالم علاقاتنا كتير يعني مقربه. نعم. وما فيها كلفه ومرات بنتجاوز الامور البروتوكوليه لانه انا ما عندي مشكل بهذا الموضوع انا معي توجيهات من حضره اللواء المدير العام والعميد قائد الشرطه القضائيه انه احمي بلدي واحمي مواطنيني بالتليفون دغري كل الامور بعملها على التليفون وبتوجيهات من مدعي عام التمييز وبثقتي من مدعي عام التمييز ونحن هيدي اللي بنفتخر فيه فلهيك نحن بالنسبه لنا في خطر في خطر لا يعني انت عم تتناسى كل شيء يعني حاطط دمك على كفك مثل ما بيقول طبعا وفي خطر وانت متناسي كل شيء لانه مثل عم اقول لك انا هذا الموضوع يعني مش انه سبق بس حرب نحن عم نعمل مع تجار المخدرات بالنسبه لنا حرب يعني انا قلت لك شو المشاكل اللي عندي وشو الصعوبات اللي عم واجهها اذا بدي انا اجي يعني التهي بهالامور وخليها يعني تسبقني عمليات اللي هي كلها تيم واحد تجار المخدرات يعني انا مرات بقول اذا بالاحرى تجار المخدرات عالميا هن تيم واحد فكيف انا بدي اكون انا ورفقاتي زملاء ضباط المخدرات بالمحيط العربي وبكل دول العالم اذا ما كنا يعني فريق واحد بكون انا غلطان كثير فالاحرى فينا نكون نحن فريق واحد هالعمليات الكبيره كيف بتنضبط يعني ممكن يعني نسر للاصدقاء اللي عم بيتابعونا بسر كيف بتعرفوها مثل ما قلت لك علاقاتنا مع ضباط الارتباط وضباط اداره المخدرات بكل المناطق علاقاتنا مع الناس هون اللي على الارض نحن هيدي بنعول عليها كثير كثير يعني بشكل كبير لانه انا بالنسبه لي نحن ما بننجح غير بثقه المواطن ونحن من اول ما بلشنا بالشغل نمينا علاقاتنا وشغلنا مع المواطنين اللي على الارض اللي بيحتكوا بهيك مع انه بعد اسمكم بخوف حباش بس نحن لا بالعكس نحن قلنا من اول مره انه نحن بدنا ننقل الصوره الحلوه عن حباش نحن بهمنا يكون في هيبه لحباش بس الصوره الصحيحه مش المركبه بس الصوره الصحيحه مش المركبه لا بالصوره العادله المتجرده النزيهه 100% واللي يعرف فيها الواحد انه لعب معنا ما في أوكي. كل شيء مثل بقوله حسب الشغل معنا والصدق معنا سيدي والصدق اللعب معنا شو المقصود باي ملعب اللعب معنا يعني هي اشاره للتجار طبعا لانه في ناس كثير ما تواخذني يعني يمكن من تاريخ انشاء مكتب المخدرات في ناس كثير يمكن تجي بتعطيك معلومات مضلله بيتزاكوا عليك مثلا بيكون عم يشتغل معك بيكون هو عم يشتغل مع تجار مخدرات عرفت كيف نحن هيدي كلها مرقه معنا لهيك نحن منفرج الشخص اللي بدنا نتعاون نحن وياه انه نحن ما في عندنا الا الشغل يكون ستريكت 100% ومثل ما قلت لك مبني على العلاقه الجيده والثقه بيننا وبين الناس تنعطي الموضوع حقه يعني الكل بيقول انه مفترض القضاء يكون منزه يكون بعيد عن التدخلات السياسيه طبعاً والكل طبعاً. يعني انت من خلال مكتبك من خلال مركزك تليفونك هل يتلقى اتصالات للضغط عليك من قبل سياسيين اي او لا انا يعني بهالموضوع بديش اقول بس انا اقل الناس انا اقل الناس بس انا قلتها قبل بمره يمكن على التيفي انا وقت بدي يجيني تليفون من مين ما كان يقول لي فلان بتطنشه دغري بفل على البيت ما بقعد بالمكتب ولا دي او انا مسؤول عن كلامي واي واحد
بيقدر يثبت العكس انا جاهز. وانا يمكن مره مع حضرتك اعطيت رقمي على الشاشه مباشره ولا انا واكيد واكيد ورقمي برجع بقوله مره ثانيه 70 24 20 55. نعم. انا بتمنى كل الناس يكون عندها ثقه فينا عمياء مش 100%، عم اقول لهم عمياء لانه انا لو بدي اشتغل 24 24 مستعد فرجيهم انه انا ما بثبت لهم الا الشيء اللي عم اقوله، مع انه يمكن يكون هيدا كثير جهد ويتطلب طاقه كثير كبيره منا، بس نحن قاعدين بهيدا المكتب كرمال هيك، ما عندنا غايه غير هيك. سيدي اليوم نحن عم نقول انه انتم ما لكم مكتب لا بالمطار ولا بالمرفأ ولا على اي مركز حدودي. الجمارك لهم وموجودين وعندهم سكانر. صح. يعني الانسان العادي بيسال انه اليوم في امور كثيره عم تمرق. البعض بيقولوا ببرر بيقول سكانر معطل. مزبوط. البعض الاخر ومع كل تقديري للجمارك بيقول قله خبره. البعض الاخر بيقول انه انتم لو كنتم موجودين غير وقع وبتعطوا هذا الامور حقه لانكم انتم مدربين وعايشين بالجو. العميد شمس الدين شو بيقول كرئيس لمكتب مكافحه المخدرات في لبنان عن هذه الادعاءات اللي الناس بيحكوها بيستنوا ليتعادي؟ لا نحن بهمنا ننقل الصوره الصحيحه للناس ونعطي لكل واحد حقه. نعطي لكل واحد حقه. أكيد أكيد. وكمان انا هون بدي انتهز الفرصه اني احيي رفقاتي زملائي بالجمارك وزملائي بمخابرات الجيش وزملائي بقوى الامن الداخلي الموجودين على هالمعابر، لانه بالفعل نحن باخر فتره عملنا نقله نوعيه، لانه انا كمان بعتبر انا وياهم فريق واحد وانا بفتخر اني انا وياهم نعمل انجازات، لانه بالفعل مثل ما تفضلت قبل شوي سالتني انه معقوله واحد بيجي ومعه 40 كيلو كوكايين بالشنطه؟ مزبوط. نحن يا عم تصير لانه مثل عم اقول لك للاسف نحن لانه مش موجودين مع اخواننا وزملائنا بالمطار وبالمعبر لنحمل معهم شقله مثل ما بيقولوا. مرات نحن بيجينا خبريه تجينا خبريه من برا. اوكي. لا الكوكايين تجينا خبريه من برا 30 كيلو وحتى ممكن 50 كيلو تكون مرات جايبها بشنطه بالطياره، يعني بشنطتين. انا متاكد يعني، وانا قلتها كذا مره هيدي انه هلا انا وقاعد انا وياك يمكن يكون في شيء بالمطار عم يمرق ونحن ما عم نقدر نكمشه، لانه للاسف شبابنا بالمطار الجمارك ومخابرات الجيش وقوى الامن وسبيشالي الجمارك اللي هن عندهم سكانر وهالامور هيدي هن وبالمرفأ ما عندهم امكانيه يمرقوا كل شيء على سكانر. اوكي. نعتمد نحن على الاستقصاءات اللي عاملينها على المعلومات اللي بتجينا لنا او للجمارك. نعم. مرات بنعطيهم اياها وبالفعل بنتوفق بهيدا. أوكي. الحميل اللي هو عتال الجيب المخدرات. حلو. بيكون برازيلي او نروي او فنزويلي او نيجيري، بس نحن باخر فتره من 3 اشهر فاجأنا انه تجار المخدرات عملوا خطوه استراتيجيه كثير كبيره، بلشوا يجندوا اوروبيين يحملوا الشنطه، يعني 3 مرات نحن كمشنا شخص سويدي جاي وحامل يعني اي عنصر امني بالمطار أخبرية. شايف شخص سويدي بيقول لك اكيد هيدا مش مشبوه يعني بمر عادي، بس نحن كان جايتنا المعلومات توفقنا ب3 اشخاص سويديين ووقفنا الثلاثه اللي نظموا لهم العمليه واللي هن لبنانيه للاسف قاعدين بالسويد وبالبرازيل وكانوا عم بنظموا العمليه يبعثوا الحميله على لبنان. طب سيدي اليوم نحن بنقول عم تضبطوا ولكن مقابل هذه الضبطيات قديش عم يتهرب بضاعة ولا أكيد لا؟ هلا اكيد هلا هي بالعلم الامني بالعلم باللوجيك تبع العلم في شيء بيتهرب بعد؟ بكل الـ يعني المطارات لا الاحصائيات. نعم. للجرائم. أي. انت وقت تضبط مثلا يعني 10 طن مخدرات ممكن عم بفوتك يعني اضعاف 3 اضعاف لهم. ايه يعني انت مثل ما عم تكشف جريمه كمان ممكن. نعم. عم بيسبقك او عم بفوتك جريمتين ثلاثه. نعم. يعني نحن مع انه نحن بنقول الحمد لله وانه ضبطنا كميات كثير كبيره بالاطنان، بس اكيد عم بفوتنا كميات مماثله للاسف يعني، وهيدي الامور ما بتنحط بنصابها الا اذا يعني زلنا كل المشاكل اللي هي عم تواجهنا واللي عدينا. نعم. شوي منها نحن وياك يعني. لا كثير رح نضل نقول للاسف ونتاسف. هلا اللي بدنا نعمل يعني جهدنا نحن فيه. نعم. انه نحن يعني بطريقه التعاون بين بعضنا نحن كلنا كاجهزه ووزارات لها علاقه بهذا الموضوع. نعم. نوصل لمرحله انه نعمل خطه استراتيجيه ان شاء الله من خلال الوزارات كلها المختصه اللي هي وزاره الزراعه، وزاره الامن الداخليه، وزاره الشؤون الاجتماعيه، ووزاره الصحه، لانه بدون هول الاربع وزارات ما يكون عم بيمارسوا مهامهم، لانه وزاره الزراعه لانه زراعه الحشيشه زراعه هي بالنتيجه، نحن فينا نضلنا نحكي بهذا الموضوع سنين، بس انا اذا ما عملت شيء انا حل لهالمزارعين اللي يمكن نسبه منهم. نعم. 20% مزبوط بيكونوا معطرين عم يزرعوا. نعم. ومثل ما بيقولوا انه يمكن ما بيطلع بهالاراضي الا حشيشه، انا يمكن
انه اوكي مرق لهم اياها، بس فينا نزرع بهالارض 100 شغله غير الحشيش. فينا نزرع، فينا نزرع نمرة. فينا نزرع البنيه، فينا نعمل مشاريع مشاريع تنمويه بالمنطقه، فينا نزرع حشيش وبيعها لبرا. طيب هلا هيدا الحكي اللي التشريع يعني انطرح انه يعملوها، بس لبنان ما مجهز زراعه شرعيه وبيعوها ل ل ل لبرا لاستخدامها طبيا. اوكي انا قلت رايي بهذا الموضوع، بس بالنسبه للموضوع انا بفضل رايك. عجبني رايك، فينا نسمعه بالاعاده افاده. انا يعني بالنسبه لي، مع احترامي مع كل الطروحات اللي انطرحت، نحن بغنى عن يعني بالنسبه لشعبنا والمشاكل اللي عم تواجه الشعب اللبناني، بغنى عن انه يمكن نرجع نعمل شغله ما نكون يعني متوقعين شو ردود فعل، لانه اذا عملتها ولقيت انه الخطه ما كانت بمحلها بدك تفوت بالازاز يعني. اوكي وهيدا الموضوع الشعب اللبناني يعني منا يعني ناقصنا شوي انه نجي نقول له نحن بدنا نشرع الحشيشه، لانه وقت بدك تشرع انت بدك تشرع باي منطقه؟ بالبقاع، بمنطقه البقاع. طب ابن الجنوب بدي اقول لك ليش انا بدي ازرع حشيشه مثلا؟ اذا ضبطت انت بمنطقه معينه لحتى تاخذ المحصول وتبيعه برا. اول شيء انا بعتقد بالوضع الاداري الموجود بلبنان واللي بكل اسف يعني والفساد الموجود، ما فينا نلاقي نحن اداره متجرده تقدر تتعامل مع المزارعين بطريقه انه ما يمرقوا من هون طن من هون وطن من هون وطن من هون يمرقون ويبيعون كحشيشه بلبنان. يعني يعني افضل نحن نلاقي زراعه بديله مثل الزعفران، مثل اي شيء ثاني. والزعفران كثير مهم، او اي مزروعه ثانيه، بس الزعفران لانه غالي. زعفران غالي غالي، وبايران بايران اللي هي دوله صديقه بالنسبه لنا. المخدرات خط احمر ممنوع يعني اللي بيتعاطى بينعدم يعني، واي تاجر جرام او جرامين بينعدم. نحن ليش ما بنعمل مثل هالدول ومنلاقي لبلدنا الحل الأنسب؟ يعني أنا تشريع على أسباب طبية بلاقيه مش الأنسب، لأنه يمكن لاقيه غلط بعد شوي وبدك ترجع تشيله من إيدهم ما رح يقبلوا. يعني نحن مرة قلنا لهم أنه بدنا نتلف المخدرات وحكوا بمواضيع أنه تعويضات لهم، ولهلأ من 2012 ل 2016 معاش خلصنا من الكلمة اللي قلنا لهم إياها. كيف إذا شرعت لهم إياها سنة؟ يعطيك العافية يعني. طب عميد كثير مهم معك، يعني نأخذ بالختام إحصائيات. يعني إذا بدنا نعمل اليوم إحصائيات عن هذه المرحلة وفق أيام سبقت، نحن يعني شو بنقول نحن بالضبطيات اللي أنتوا عندكم بشكل أساسي، شو الأرقام أو المعطيات اللي هي نحن مثل ما قلت لك بالنسبة لهالموضوع الحمد لله يعني حققنا إنجازات كتير مهمة، لأنه ضاعفت كتير الضبطيات. يعني بكل أنواع المخدرات مش بس بالكابتاغون. كابتاغون فعلا انه بال2013 نحن صحيح هلا هو الاخطر، هو الاخطر اكيد، لانه هو مثله مثل الكوكايين والهيروين. واقوى من الحشيشه كمان مثل الحشيشه، بس بالنسبه لنا الحمد لله ما في استخدام له بلبنان كثير. كيف عم ينتلفوا سيدي الكابتاغون؟ نحن بنتلفهم، نحن يعني نحن بناخذ الناس يشوفوا. لا بلا عم نصور عنا، بيكون معنا من المديريه العامه لقوى الامن الداخلي شعبه العلاقات العامه، بيكون رئيس الشعبي موجود، بيكون ممثل مدعم تمييز، ممثل مدعم جبل لبنان شخصيا، وبيكون رئيس القسم، وكلنا موجودين، وفي من المجتمع المدني بيكون موجودين، وبنتلفهم وبنشيلهم قدام كل العالم وبيشوفوا. يعني انه الكابتاغون اخطر شيء لنا. الكابتاغون لانه يعني بيعمل تاثيرات مثل الكوكايين والهيروين، وممكن يعمل اوفر دوز، يعني الانسان ممكن يتعرض للموت بشكل مفاجئ. انا بالختام بدي اشكرك، يعني احنا وجودك معنا يعني بسرنا دائما لحتى نكون باطار يعني تصحيح الواقع اللي وقت اللي بنحكي فيه عن المخدرات. بدنا نستاذنك لحتى ناخذ شهادات من عندك لبعض الموقوفين لحتى نشوف قديش مهم من خلال شهادتهم نقدر نتوصل لتوعيه الواقع اللي كلنا سوا مسؤولين عنه. انت معنا؟ اكيد اكيد، وانا بشكركم على هيدي اللفته، لانه نحن قد ما نتوجه للمواطنين ويمكن لشبابنا ومراهقينا وننصحهم، يمكن ما يلاقوا التاثير اللي بياخذوه منا مثل ما بيلاقوه من واحد متعاطي او مدمن، لانه هيدي بتكون شهادته صادقه 100%. وبتمنى انا ياخذوا فيها، لانه هيدا عم بقول لكم انه اوعوا تقربوا على هيدا الدومين، لانه في نهايه لحياتكم بالوقت اللي فيكم تعيشوا حياتكم باجمل صوره ممكن تكون، بينما وقت تجي على المخدرات بتكون عم تدمر عائلتك واهلك وكل شيء، وما بيعود فيك ترجع لورا، لانه المخدرات بيقول لك انه انا بدي اخذك معي على القبر بالفعل يعني. وانا بحس انه بيتملكوا للانسان وبيصير عبده وبياخذوا معه على القبر فعلا. طب اذا هلا بالختام انا بدي اترك منك كلمه للكاميرا، يعني تطلب من الناس يلي عم بيتابعونا بيتوجهوا لكم عبر الجمعيات عبر أي جهة لحتى يقدروا وينقذوا المجتمع إذا عرفوا أنه أحد من المجتمع وأحد زميل لهم أو زميلة بيتعاطوا، كيف ممكن نحن عبر الجمعيات أو من خلالكم أنتم من خلالهم شو بيعملوا؟ نعم،
أنا أول شيء بدي أستغل الفرصة وأتوجه لأهلنا ومواطنينا وشبابنا أنه بترجيهم أنه نحن هيدا العمل لازم يكون متطلب منا كلنا سوا وكلنا نتعاون بهيدا الموضوع. أول شيء من الأهل بالبيت نكون عم نوعي أولادنا، مش عيب نحن لو صاروا عمرهم أولادنا 11-12 تبلش توجهوا بهيدا الموضوع مثل ما بتوجهوا لبعض الأمور أنه ما يعملها بحياته واللي هي بنعتبرها نحن خطرة على حياته، كانت اجتماعياً أو من خلال الأمور الأمنية والجرائم والسلوك اللي بده يعتمده بحياته. كمان بتمنى على المدارس ياخدوا دورهم، على الأندية، الجمعيات الأهلية، الوزارات المختصة يكون في عنا خطة إعلامية متكاملة نحن نحطها على التي في كل شهرين ثلاثة مرة، نوعي ونحكي بالموضوع يا أبيض يا أسود، مش تكون رمادي العملية. يعني بدك تحدد يا أنت مع المخدرات، مع مكافحة المخدرات أو ضد مكافحة المخدرات. وهون كمان بدي أتمنى من كل أهلنا والمجتمع المدني ومواطنينا نتعاون كلنا سوا لنشجع حكومتنا الكريمة ومسؤوليننا أنه بالفعل نحن لازم نبني خطة أو نبني شيء لازم نعمله من هلأ لأربع سنين خمس سنين نكون وصلنا لمستوى بمكافحة المخدرات من خلال بنيان الإدارة اللازمة والإمكانيات ونعطي من جهدنا مثل ما قلنا الإعلامي والأهلي والثقافي لهذا الموضوع لحتى بمرحلة معينة نكون صرنا عقد التحدي. لأنه إذا مش رح نصير عقد التحدي أنا بعتقد بدأ تدل العملية كر وفر وفعل وردة فعل، وهذا الشيء مش لمصلحتنا كلنا سوا. بدنا نشكرك حضرة العميد غسان شمس الدين رئيس مكتب مكافحة المخدرات على هذه الاستضافة. أصدقائي بعد البريك رح نكون مع شهادات لموقوفين بمخفر حبيش، خلوكن معنا. بعد معكم ومتابعين مشاكل وحلول مباشرة، نحن بمخفر حبيش متابعين الحلقة يلي من خلالها أصدقائي عم نحاول قدر المستطاع أن تكون إطلالة توعوية، وهي بتصرف وبخدمة كل الأصدقاء اللي عم بيتابعونا. مفترض من خلال هذه الإطلالة أنه نكون نحن معنيين بمواكبة كل الشباب يلي بهمهم أنهم يتخلصوا من آفة المخدرات. طبعاً نحن هلأ موجودين أمام الزنزانة يلي شايفين ورايي، رح نستمع لشهادات حية من موقوفين وبتأمن أنه أنا وأنتو وكل اللي عم بيتابعونا ياخذوا منهم العبر. خبرني شو اسمك؟ ما بدك تقول اسمك، أوكي. قد إيه لك بمخفر حبيش؟ صار لي 4 أشهر تقريباً. 4 أشهر تقريبا، ليش أنت موجود هون؟ تعاطي مخدرات. أي نوع من المخدرات أنت عم تتعاطي؟ أساس الهيروين. تعاطى كل شيء يعني. طب بس أنا عرفت إنه أنت مش أول مرة هون. كذا مرة، صاروا شيء 10 مرات. 10 مرات؟ طب ليش؟ شو هو السبب يلي خليك مرة واثنين تترجع للمرة العاشرة على مخفر حبيش وأنت لك هلأ تقريبا 4 أشهر هون؟ مظبوط. يعني كيف بدك تقيم هذه التجربة يلي كمان مثل ما أنا عرفت أنت تسعى إلى الخلاص وبتقول مفترض أنه أنا أتخلص من آفة المخدرات؟ اللي تبلش المادة بتتعطيها بعدين تعلق فيها المادة. رحنا تعالجنا كذا مرة. وين؟ بالسنشار، سافرت على الأردن تعالجها، بالجسد، بجاد، دير الصليب، ورجعت أرجع كل ما أطلع أرجع من العلاج بتلاقى بأصحابي. نعم. برجع بقشط فيها. طب هلأ أنت عم بتقول أنه ناوي لحتى ترجع تتعالج. ما أنا بدي أعرف
يعني المرة ال 11 وال 12 وال 13 رح يكونوا ولا خلص؟ هالمرة هي أكيدة وثابتة إنه نحن خلص ما بقى بدنا مخدرات. مزبوط، هالمرة ثابتة 100% بعد ما قطعت من الفترة التجربة القاسية. نعم. إن شاء الله بتكون آخر مرة. ليه بتعتبرها تجربة قاسية؟ شو اللي ميزها عن باقي التجارب السابقة؟ لأنه خاصة هيدي المادة مادة بشعة. نعم. بتضطر تسرق عليها إذا كنت تعبان، ممكن تقتل عليها. كرمال تستحصل على انت وقعت بشيء من يلي انت ذكرتون، سرقت او قتلت او حاولت تسرق من البيت؟ من البيت، من بيتي يعني. نعم. اسرق قصص بتخصني وبتخص بيتي يعني. نعم. اليوم انت ندمان؟ اه اكيد. للشباب اللي عم بيتابعونا عبر تلفزيون لبنان شو بتحب تقول لهم؟ انه ما يجربوها ولا يجربوا شيء حتى، لان انا بلشت بالحشيش وصلت الله. نعم. واليوم خلص لك 4 أشهر هون، يعني انت 4 أشهر انا انضفت. تعتبر حالك انضفت؟ اه اكيد. نصحان شي 15 كيلو. طبعا قلت لي وقت اللي عم تظهر لبرا عم ترجع تلتقي بمحيطك. مزبوط مزبوط. بس حسب التجربة بعد تكرار المرات. نعم. خلص خلتني ايقس منها. يعني هلا حتى اذا بجيب سيرتها بتضايق. بطلت تعني لي. طب اليوم بتعتبر حالك انت خسرت اهلك، خسرت نفسك، شو خسرت من خلال هذه الآفة اللي تعرضت لها؟ خسرت كثير فرص. نعم. شغل برا. وثقة الأهل وثقة العيلة بتدمرك، وتركت انت خاطب، تركت أنا وخطيبتي من وراها، بتدمر يعني كل شيء. طيب اليوم كيف تقيم الوضع اللي أنت فيه هون بمخبر حبيش من خلال 4 أشهر إلك موجود وقلت لي أنت انضفت، يعني هذه الرعاية اللي بتشملك وبتشمل غيرك من الموقوفين هون كيف ممكن تقيمها؟ رعاية منيحة، ما في أدوية كتير، ماشي الحال. شو اي ادوية مقصودة يعني؟ يعني الادوية اللي بيوصفها الحكيم كرمال ما تتوجع كذا. نعم. انت مالك عم تمر باوجاع؟ لا خلص. مالك بحاجة لأدوية؟ عم باخذ دواء حتى ولا شيء. صرت منيح يعني. عم باكل ونام طبيعي وكل شيء. يعني بتعتبر حالك انت هلا مؤهل لحتى تندمج بالحياة؟ أكيد. بتكون انسان صالح بعيد عن المخدرات. مزبوط 100%. عبر تلفزيون لبنان شو بتتمنى لأهلك إذا كانوا هلأ عم بيتابعوك، لمحيطك، لرفقاتك؟ طبعاً يمكن البعض رح يعرفك والبعض الآخر لا، كنت اليوم في عندك خجل أن تواجه بعينك الكاميرا، ولكن أنا أكيد بإطلالي قريبة جداً رح تطلع وتكون أنت الرجل الشاب يلي ممكن يكون قدوة لغيره ويقول لهم هذه هي الطريق السوق اللي كنت فيها وهذه حياتي الجديدة. شو بدك تقول للناس؟ بدي أقول للناس إنه ينتبهوا على أولادهم ويلحقوهم بكير وما يتعاطوا هيدي المادة، وحيالله أنواع. أهلك ما ديروا بالهم عليك؟ بلا كيف لكان، ما خليت علاج ما رحت له، حتى سافرت على الأردن وتعالجت. كيف كان العلاج بالأردن؟ علاج بلا أدوية بلا شيء، بيعالجوك بلا أدوية. نعم. مثل الحسرة يعني، عرفت كيف؟ نعم. وفي أطباء نفسانية وهيك بيجوا بيحكوا معك بس. تقريبا انت هون كمان نفس الشيء يعني. نفس الشيء. تحسنت هلا، صرت منيح. انا بدي اشكرك وبدي لك عبر برنامج مشاكل واحد من تلفزيون لبنان مرحب فيك، انسان رجل مشارك صالح بالمجتمع اللبناني والعربي، ان شاء الله بنشوفك ونفرح منك عن قريب برات مخفر حبيش. بتشكر. أصدقائي متابعين من مخفر حبيش عبر مشاكل واحد أول من تلفزيون لبنان، كمان اسمحوا لي التقي بإنسان بحتار إذا بدي أقول عنه مدمن، بدي أقول عنه مريض، بدي أقول إنسان مثلنا مثله بهذه الحياة. خلينا نستخلص من واقع 44 يوم موجود هو بمخفر حبيش، شو تعلم منه؟ بدي لك أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. بدنا نسمع صوتك. أهلا بيك. خبرني اليوم انت موجود بمخفر حبيش، شو كان السبب الاساسي لحتى انت انوجدت هون؟ لانه بتعاطى المخدرات. اي نوع من المخدرات؟ كوكايين والحشيش. طب هلا الشباب اللي عم بيتابعونا، نعم، شو بتقول لهم؟ يعني كيف بتقيم هذا الوجود لك يعني بعيد عن المجتمع بمكان مفترض انك انت ما تكون فيه؟ صحيح.
انا ما بنصح حدا، يعني ما بتمنى لحدا يتعذب هذا العذاب، لانه طب طالما عارف انه هو بعذاب اسمح لي اطشك. ليش انت هون؟ هيدي اول مره؟ لا صراحه رابع مره. رابع مره؟ نعم. طب بيقول الانسان بيتعلم من اول وثاني وثالث، الرابع حضرتك قلت اول شيء جمله مش معروف اذا بتصنفني من المريض ولا المدمن، انا بعتقد اثنيناتهم. انت شو بتصنف حالك؟ مريض. شو سبب مرضك؟ خليني امشي معك على الاخر، ليش انت مريض؟ مريض لانه علقان بهيدي الماده. طب يا سيدي، اليوم فرويد عالم النفس بيقول يعني الانسان اللي بيعرف انه هو مريض بطل مريض، وقت اللي بتكتشف العلة اللي فيك خلص، يعني انت صرت انسان حكيم عم تعرف شو بيك وبدك تحكم حالك. صحيح، بس المجتمع اللي عندنا يمكن بهذا البلد ما عم بيخلينا نطلع كثير من هذه الامور الموجوده كثير عندنا اياها. شو له علاقه المجتمع؟ خبرني. لانه بالمبدا انه في عدد كبير من الشباب عم تتعاطى هالايام، ومجتمعنا ضيق وصغير. طيب يا سيدي، مجتمعنا ضيق مره اثنين ثلاثه، انت لرابع مره هون. صحيح. شو بيضمن لي بكره بعد اخلى سبيل ترجع تصير خامسه وسادسه؟ ليش؟ بس صراحه ما بقدر اقول لك، بس لا بدك تقلي انت رجل. بالمبدا يعني انا هيدي، انت انت رجل، بدك انت توضع لحالك مخطط تقول انه هذه المره مفترض ان تكون هي الاخيره. صحيح، ولازم تكون الاخيره، وباذن الله هي المره الاخيره على الاكيد، لانه انا تعذبت كثير هالمره. شو العذاب؟ شو نوع العذاب؟ كلام يعني مش غيرك قال تعذب؟ وين؟ لا ابدا. لا. تعذبت انا، تعذبت معنويا، تعذبت شغلي، شغلي راح، انا بشتغل وظيفه حلوه وعندي انا عايش مع الوالده لحالها. هلا والدتك لحالها؟ نعم. كيف تترك الوالده لحالها وانت موجود بمكان مش مفروض تكون فيه؟ صحيح، هذا اللي صار معي. ضميرك عم بيعذبك؟ اكيد اكيد عم بتعذب كثير، عم بتعذب بعذابين، لانه عذاب انا بالسجن وعذاب انه عندي الوالدة لحالها وما عم بقدر عيلها وأنا المعيل تبعولها. طب اليوم من كل هذه المسببات اللي أنت عم تحكي، للشباب اللي عم بيتابعونا، للمجتمع اللي عم بيشوفنا بلبنان بالوطن العربي، شو ممكن نستخلص من تجربتك أنت 44 يوم بمخفر حبيش في بيروت؟ أنا بقدر أنصحهم نصيحة، يمكن أني بس يتعاطوا، وأنا حتى باخد شوية لذة من أمور من هالمادة اللي عم ناخذها، بس على الأكيد على الأكيد اللي إذا بيشوف الشغلة من برا هيك بيطلع منه وبيشوف من برا بيلاقي، يعني أنا هلا انضفت نضف جسمي بهالقعدة. ما قبل برا، ما أنت قلت لي لرابع مرة قبل برا ما نضف جسمك؟ صحيح، بلا نضف جسمي، يمكن بيتعلم واحد مش من أول مرة تاني مرة، هي شغلة صعبة على الأكيد صعبة، في غير كتير قاعدين أربعة وخمسة وسبعة وثامن مرة. بالمبدأ أنا بحكي عن حالي إنه أنا هيدي المرة كتير تعذبت، كتير كتير كتير. طب شو عندنا نقول هلأ للناس اللي هلأ عم بيتابعونا بالختام؟ أنا بدي أنصح كل شاب وكل صبية، وخاصة هذا الجيل اللي طالع جديد. أنا يمكن عمري 35 سنة، بس في جيل طالع، أنا بنصحهم نصيحة شو بدكم فيها هذه الشغلة، لأنه بالنهاية يا بدها تفوتكم على الحبس يا بدها تفوتكم على القبر. شغلة منا هينة ابدا، وصعبة كثير، وبدها تذل اللي بيتعاطاها، حتى هو عم يتعاطاها، واللي بفكر حاله انه مبسوط فيها يمكن اول ساعة او ساعتين، بس بعدين حيحس حاله مذلول وبده يذل اهله معه. انا بقول لك ان شاء الله بشوفك يعني برات مخفر حبيش، انسان معافى مندمج بالمجتمع. شكرا. ويكون لك المسؤولية لحتى تكون حد امك. كلك ذوق، ان شاء الله خير. شكرا، اهلا وسهلا فيك. سلامتك. ميرسي. بدي اقول لك سلامتك لانك مريض. كلك شكرا لك. ميرسي. وبختام زيارتنا لمخفر حبيش أصدقائي المشاهدين، راح نتابع بزيارة لجمعية الشبيبة لمكافحة المخدرات بجوني حارة صخر.
لانه من خلال الشهادات اللي سمعناها بمخفر حبيش سمعنا الشباب قديش عم بيعانوا من خلال هذه التجربه اللي تكررت اكثر من مره. هلا الانتقال بيكون لجمعيه الشبيبه لمكافحه المخدرات لحتى نتعرف على اهميه دور المجتمع المدني على الجمعيات باشراك الحملات التوعويه عبر وسائل الاعلام لطال كل شبابنا بالمجتمع. لاقونا على كسر ويك.